قال احدهم لصديقه: هل سمعت خبر الزلزال الذي احدثته الطبيعه في البلد الفلاني؟ فاجابه صديقه: الطبيعه لا تعقل. نعم نعم، هذا غلط. ولا احدثها الطبيعه او فعلت الطبيعه، هذا غلط. الطبيعه مش فيه، الطبيعه صفات من صفات الناس، كل له طبيعه. الماء له طبيعه، والنار لها طبيعه، والانسان له طبيعه. الطبيعه صفه قائمه بغيرها، ليس لها فصول، ولكنه من جهل الجهلاء والتقليد الاعمى، هذا جاهل وهذا مقلد. وليس هناك طبيعه ثابته تفعل شيئا، انما هي صفات قائمه بالموصوف. فطبيعه النار الاحراق، وطبيعه الماء الميوعه، وطبيعه الانسان كذا، وطبيعه الحيوان الاخر كذا، وهكذا. كل شيء طبيعه تخصه، الله جل وعلا جعله عليها وخلقه عليها سبحانه وتعالى. والخلاق هو الله وحده، هو الخلاق العليم جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، فليس هناك شيء غير الله يخلق، لا طبيعة ولا غير طبيعة. فالطبيعة صفات قائمة بمن هي طبيعة له. وهذا جاني على أسئلة كثير من أهل الباطل الملاحدة، ويقللهم غيرهم من الجهلة.